السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لالا رحمة متفائلة، والتفاؤل منبعه الثقة في الله. راه كاين بعض الناس كيبغي يعود متفائل وكيمشي يقرا ما يسمى بلا بي ان ال، او يقرا البرمجة العصبية والبرمجة اللغوية، وكيدير مجموعة كبيرة ديال التدريب باش يعود فيه هذا التفاؤل وهذه الروح الإيجابية، وما كتحضرش او تحضر مدة قليلة وتزول. هي كتحضر بطريقة بسيطة بلا هاد القراية كلها والتدريب، كتحضر بالثقة في الله. لما كتكون عندك ثقة بالمولى وكتستشعر بأن الله معك، الله معي، الله يراني، الله رازقي، الله يحميني، الله يرفع مقامي، الله تعالى ينجيني، الله يغفر لي إن أسات، عندك الشعور والثقة بالله، ربك يعطيك واحد المعنوية مرتفعة. وإذا أغلق باب أخلي تغلق، ما تخافش، يلك باب تغلق ويتغلق. علاش؟ عندي يقين بأنه إذا أغلق باب فتح الله بدله عشرة أبواب مفتوحة. الله تعالى اسمه الرزاق ذو القوة المتين. لالا رحمة أكيد الظروف اللي مرت بها صعبة للغاية، ولكن قوة إيمانك وقوة يقينك ثم بكائك على الله. عرفت لالا رحمة أجمل لحظة في عمرك هذيك المرحلة اللي كنتي فيها كتبكي على الله وتطلعي للسطح مع جوج الليل وانت خدامة في الصباح، بكي مع سات الصباح وكتبكي وكتدعي الله تعالى، هذيك أجمل لحظة في عمرك، حتى هي أجمل من لحظة زفافك ولحظة إنجابك. هذيك اللحظة كتسمى لحظة المناجاة الصادقة مع الله. ربي عز وجل يباهي بعبده وبأمته الملائكة فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أنا درت لهم قدر فيه شدة، قدر فيه قسوة، ولكن لم يلجأوا إلى غيري، لم يطرقوا باب غيري، لم يقعدوا على عتبات أبواب غيري، وإنما قصدوني ورجوني وأنا أخرت عليهم الجواب، فما ضجروا وما قلقوا وما ذهبوا، بقاو مع الله تعالى كيتسناو دابا يجي الفرج. كيتسمى هذا عند العلماء محطة انتظار الفرج، وهو من أعظم العبادات، كتكون قريب من الله تعالى مباشرة. أن الله إذا أعطاك أدهشك حس ملك، يعطيك الله تعالى كيعطيك بالفائض، انت طالب غير رسلك كيعطيك الله بالفائض. كاين بعض الناس من كبار الاثرياء ومن كبار المتنعمين في الارض، وملي كتسولهم كيفاش وصلتي لهذا المسار، راه كتلقى حتى هو راه كان من الفقراء وداز عليه بلاء شديد، ولكنه نجح في محطة الانتظار، نجح في انه طرق باب الرجاء وبكى على المولى عز وجل وقال يا ربي اغثني، يا ربي إني مظلوم فانتصر، وبقى كيعيش بالحلال القليل، ففتح الله عليه أبواب الخيرات فأصار من الأغنياء. انت كتسمو بأنه دار الماركوتين ودار التجارة الدولية، ولو ورثت شي من والديه كيقول لك والله ما عرفت من جاني، والله ما عرفت، راه غير جالس في محط يدي كيفيض الخير. من جا هادشي كله؟ جا باليقين في الله تعالى. لالا رحمة الله يجعل بينك وبين زوجك مودة ورحمة ومحبة متواصلة، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك ببنتك وبولدك في الغربة، الله يكون له ولي ونصير ويسخر لي أهل الفضل وأهل الخير يكونوا معه. وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد كل من عنده علاقة بالعائلة المباركة أن يحقق الرجاء. وسلام كبير وتحية كبيرة لأختك وشقيقتك اللي هي درس معك الأيادي البيضاء، هذه الأخوة. ولدك غادي خارج ارض الوطن خصو لي ضمنو، اختك عندها شويه الفلوس باغا تشري الدار. الاخوه تقتضي اننا نتعاون، الاخوه تقتضي اننا نضحي، الاخوه تقتضي الايثار. انا باغي ندير ولكن خويا واختي ودمي ولحمي نعاونو، هادشي هو اللي كيخلي الرحمه كتنزل على البشر. ملي كتنتفي هاد الصفه هادي كل واحد يقول نفسي وكيقول لك كل يصوت على كبالته وكل شيء تعلق من كراعه وكل واحد دبر راسه، هنا ربي عز وجل يسلب عن البشر رحمته ويرفع عنهم كرامته. اما ملي كتكون التراحم
والتضحية والإيثار. الله تعالى يباهي بنا الملائكة وينزل المزيد من الرحمات والألطاف. فهنيئا لأختك وشقيقتك على صنيعها، وأسأل الله تعالى أن يحفظ كل العائلة. أخو الزوج اللي في الغربة الله يرده ردا جميلا، وكل واحد عنده حاجة في نفسه وضميره، نسأل الله أن يعجل له بالفرج. اللهم عجل لنا ولهم بالفرج، اللهم عجل للجميع بالفرج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. قولوا معنا جميعا آمين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا يا دكتور. يا مرحبا بك. أزيد من 4 سنوات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله، غير من شدنا بعد الخط الحمد لله، وجيتي عندنا المحمدية وما كتبش نتلاقى ونجي نشوفه ونحضروا سميتو. اياك واحد الندوه جميله مع أيه، مع جمعيه المجتمع المدني تاعتي، وبقيت خليتها عندي في السطاتي وقلت الحمد لله دكتور، بارك الله فيك الله يرحمه، ظروف قاسيه والحمد لله. وكنت بغيت نتصل بك في ديك الاوقات، دي 3 سنين، ازيد من 3 سنين كانوا عندنا شي ظروف ديال الافراغ، ولكن الحمد لله. شوف كما قلت يا دكتور، دائما كنقولها، مادام زعما تتواصل مع الله وكتطلب الله ما يخحاش واش يحشمك ولا، زعما الحمد لله سبحانه. وحاجه وحده دكتور، كنتمنى من المستمعين ويدعيو لنا مع الوالده تاعتنا، الله يخليها لينا ويطول لنا عمرها، راه ازيد من 85 عام والحمد لله باقا جا معنا، ومازال تبارك الله طيب لينا، وجا مع الشمل ومع الوالدين ديال جميع الامه المسلمه، زعما اللي عنده والدين الله يخليهم ليه. يا ربي يا ربي يا كريم. وكنتمنى من الله دكتور دعي لي مع واحد الوليد راه عندي في الغربه، يلاه سافتو وراه مرضي، وما نقولكش وانا دائما كنقوم لي زعما، كاين سبحان الله وحق الله حاشا الله واش يحشمنا زعما، كاين سعداتك لله. ورغم ان الخدمه ورغم ان ظروفي كنوض مع الجوج، نوض مع الثلاثه بالنسيقه، مع الجوج مع الثلاثه، وكنصلي وكنطلب الله وكنبكي، وربي سبحانه وتعالى ما كيخيب حتى شي حد. الله، انا جربتها غير من دار الافراغ، راجلي ساكن في الدار 44 عام دكتور، وخرجونا بلا ريال جوج، وبقى الان فين ما كنصلي كنقول ما نسمحش لها عند الله، لان ما عندها ميسوره الحال وعندها رزقها وعندها ما نقولكش اشنو عندها سبحان الله. وكيفاش الرحمه القضاء حكم لصالحها وضدكم؟ اقسم لك بالله، الديور ديال الدومين، ديور ديال المخزن، وعندي الوثائق كلهم بان ما عندهاش الحق تخرجنا، لان الديور تاع الدومين تاع الدوله. واش غنقول لك يا دكتور، ما نقدرش نقول لك، انا اش كنقول؟ كنقول ما عندناش خير في ديك السكنه رغم ان كلشي. لا اله الا الله. كنقول حتى الزوج ديالي، كنقول راه جاي بقى فيه الحال، راه تما سكن فيها من عنده 7 سنين، راجل عنده راه 55 عام دابا. دابا الحمد لله كيما قلت لك ما كان عندي حتى شي ريال، والحمد لله كنبكي وكنتقاسى مع الوالده تاعتي، وسدينا الدار بالمشاكل تاع الافراغ ورغم المشاكل كلها، وكنبات عند امي وكنوض مع الجوج مع الثلاثه، وكانت الشتا وكنخرج للسطح وكنبكي وكنهز يدي، والشتا كتصب وما كانت عندي حتى درهم، والله سبحانه وتعالى كيحل لك بيبان فيهم خير، بيبان فيهم رزق. سبحانه. والحمد لله دابا استقرينا وشنا دويتنا الحمد لله فضل من الله. اللهم بارك. وولدنا حتى هو نجاح ومشى لاوروبا، ودابا كنتمنى من الله دعيوا لي معاه. يا ربي يا ربي. يسر لي الله في شي وريقات، كنت دابا الان انا كنوض كنقوم الليل وكنطلب الله سبحانه وتعالى، وحاشا واش يحشمنا الله الله. وكندعي نطلب الله من المستمعين يدعوا لي مع واحد اختي هي، الله يسر ليها في وليداتها. يا ربي يا ربي. هي وقفت معايا في هادشي ديال ولدي، زعما كيما خدت لها كريدي من البنك لا والو، زعما وقفت معايا الله يسر ليها، كانت مسكينه بغات تشري الدار، وقالت لي هو ولدك هو الاول، وكنتمنى من الله تدعيوا لي معاها، يسر لنا الله نردوا لها الفلوس ديالها، ويسر الله تيشري دويرتها ان شاء الله يا رب. وندعيو مع واحد الاخ ديال الزوج ديالي، هو كان في الغربه سنين ودابا عنده مشاكل، حتى هو كنتمنى من الله يسر لي اموره يا رب يا رب. ومع واحد السيده هي الزوج ديالها مريض، وكنتمنى من الله تدعي مع جميع الامه المسلمه. اللهم امين يا رب. الزوج ديالي هو يعفو عليه من التدخين يا رب يا رب. وتهدي لي بنيتي، حتى هي عندي واحد البنيه هي عندها 17 عام، هي الله يسر لها امورها. وخوتي وجميع الامه المسلمه كما قلت لك، وهذا نهار كبير 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 سبحان الله، منين شد لي الخط قلت لك ازيد من 4 سنوات. الله يحفظك لاله الرحمه، الله يحفظك لاله الرحمه. الله راك عزيز وربي اللي عالم. اعزك الله لاله الرحمه. انا بكثره ما كندخل من الخدمه وكنشعل الراديو في الكوزينه، كندخل نشقى نشقى والراديو، قلت له يسمح الزوج ديالي كيدخل وكيدخل وكيطلق، يقول لي سلمي لنا على السي الدكتور. بارك الله فيك، الله يحفظكم لاله. ولينا الحمد لله عائله وحده. اعزك الله لله الرحمه. هذا الشيء اللي كان دكتور، كنتمنى تدعيوا مع جميع المسلمين ومع جميع الامه، والله يجعلنا امه موحده يا رب،
وتدعي معايا تسهل لي الله نرتاح من الخدمه. راه عديت 24 عام وعييت. الله يسهل عليك. في ميديكال راه كنقتل تسعود الليل وكنجي يعني باش ربي الوليدات وباش هذه ما سهلاش وجعلنا الله البركه في الوليدات وفي الرزيق اللي كنشدوا. يا رب يا رب الرحمه. وترحم والدينا وارحم كاع اللي كيسمع يقول امين، والدينا ووالد جميع الامه المسلمه اللي ميت ليه شي حد الله يرحمه. اللهم امين لله. هذا الشيء اللي كان دكتور كنشكر بزاف وكنتمنى ان شاء الله مره اخرى شدنا الخط مادام شد هذايا. مرحبا مرحبا لاله رحمه. يلاه الله يسر لك الامور دكتور. شكرا جزيلا تواصلك وشكرا على تفاعلك. سبحان الله العظيم، العلماء قال لك الاسم ديال الانسان الاسم له مفعول على صاحبه. شوف دابا هذه المتكلمه اسمها رحمه والكلام ديالها فيه تفاؤل رغم الظروف الصعبه، فيه تفاؤل. ورحمه رغم انها قضت 24 عام في عدم في مجال التمريض مجال ميديكال، كتلقاها ربما ربي اللي وضعك تما لاله رحمه، ربي وضعك في مجال التمريض باش تعالجي المرضى وتعالجي اللي عندهم السقم والالم. فيه رحمه رغم ان عندك تعب وعندك مشقه، ولكن راه كاينه رحمه. الله يرحمنا واياك ويجعل البركه في يديك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.